اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعين اثير اذاعه ام بي سي اف ام في برنامجكم برنامج الاسره اولا، وفي سادس حلقاته نحاور اليوم الدكتور محمد مكني عميد كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه، وايضا دكتوراه ماليا. وبالتاكيد برنامج الاسره اولا ياتيكم بالشراكه مع مجلس شؤون الاسره وبرعايه بنك الرياض. ايضا نسعد بمشاركاتكم واتصالاتكم لمشاركتنا في حلقتنا لليوم عبر رقم الاتصال 011 268 44 88. أيضا بالإمكان المشاركة لطرح اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر حساب مجلس شؤون الأسرة في تويتر، وأيضا حساب MBCFM، وأيضا حسابي الشخصي محمد العسيري. دكتور حياك الله، تحدثنا في كثير من المحاور قبل قليل، لكن بروح معاك لنقطة مهمة توقع تلامس كثير من أفراد المجتمع. اليوم أصبح الهاتف في أيدينا، وأصبحنا نرى الاستهلاك من مشاهير التواصل، أيضا الإعلانات الكثيرة لبعض المنتجات. اليوم عندي أنا المراهق، المراهقة، البنت، الولد، أصبحوا متطلبين لآبائهم وأولياء أمورهم في أمور ليسوا في حاجتها، ولكن مجرد شاهدوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشهور أو مشهورة في نفس أعمارهم، فأصبحوا يريدون أن يعني يقدرون يتملكونها كما هم يتملكونها. اليوم كيف أنا أقدر أحمي الأسرة من نقدر نقول من حمى الشراء والتسوق والاستجابة للاستهلاك المظهري؟ وأيضا هل في استهلاك مظهري؟ سؤال جدا جميل. اليوم خلنا يمكن تكلمنا في بداية الحلقة أيضا على هذه المسألة. نعم، هناك كثير من الأمور اللي بيقوم فيها المجتمع بياخذها من اجل المظهر، خصوصا زي ما قلت فئه معينه من المجتمع اللي هم فئه الشباب والمراهقين وكذا، يعني بيحب انه يلبس نوع معين، بيقول لك ماركه، بيحب انه هو والله يركب سياره معينه، بيحب انه يروح جهات او يعني مع اصحابه وكذا. بالتالي هذه كلها بعض الاحيان نجد انها اعباء يعني في الاستهلاك على الوالدين أو على الأسرة، لأنه هذا في النهاية هو جزء من هذا المجتمع، بيشوف زي ما ذكرت سواء كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو يعني أصدقاء، وبالتالي هو تلقاه بيضغط من ناحية الأسرة أنه ساعدوني أنا أبغى يعني أخذ الحاجة الفلانية وأخذ الحاجة الفلانية وإلى آخره. لذلك أنا أرجع المعالجة الحقيقية، ما دام أنه فيه اليوم مجتمع ما نستطيع نمنع الحقيقة الأبناء والبنات إن هم يعني يشوفوا الأشياء ويتمنوا أنهم يحصلون عليها، لكن نستطيع أن نغير في التفكير عند هؤلاء الأشخاص. كيف؟ من خلال الرسائل المعتادة دائما. هل الشيء هذا مهم بالنسبة لنا؟ ما هي العواقب لو أنا أخذته كأسرة؟ خلينا نناقشه في الأسرة. بس هل تحس في صعوبة دكتور اليوم لما تكلم بهذا الحديث مع شاب في العمر 18 وشابة في العمر 17 سنة؟ هل يمكن أن تصل لهم هذه الرسائل؟ أنا أتفق، يعني إحنا جزء من هذا المجتمع، هناك صعوبة صحيح، هناك صعوبة، دي متغيرات عديدة، لأنه الضغط الحقيقة الإعلام أيضا ترى له دور في هذا الجزء، هو بيقول لك الصورة الأخرى، فبالتالي أنا اليوم أبغى زي الآخر، يقول لك أنا من حقي مثلا أنا يكون عندي جوال جديد، ومن حقي يكون عندي ماركة معينة. لكن ضروري جدا أن نناقش مثل هذه الأمور، لأني لو أنا انسقت خلفها فأنا حقيقة قاعد أسبب مشاكل في هذا الشخص الشاب هذا، لأنه حيتعود الشاب أنه هو لو يبغى حاجة معينة ماركة معينة حيحصل عليها، طيب مستقبلا كيف يحصل عليها؟ هذا السؤال. إذا اليوم أنا والله أخذ دين كولي أمر عشان والله أنا أعطي ولدي شيء معين هو يحبه وكان علي عبء استهلاكي، طيب أنت بكرة كيف ممكن تحصل على هذا الأمر؟ فلازم تصل الرسائل، يعني شبابنا ترى يستوعب ويفهم. انت تعال اليوم لو اجلس مع الاولاد ونقول لهم والله يا جماعه الخير ترى الاستهلاك خطورته كذا وكذا، وممكن يقودنا الى جهات خطيره، ممكن يحملنا اعباء وديون، ممكن يسبب لنا مشاكل اسريه، ممكن يسبب يعني اشياء كثيره نقدر نحكي فيها. في بدائل معينه نستطيع ان نوجدها، نصور له بدائل اخرى، نقول له في عندنا بدائل ممكن نحصل عليها بتكون باسعار يعني اقل، وبالتالي مستوى الانفاق حيكون اقل. يعني لابد ان يكون هناك الحقيقه زرع ثقافة تشييد الاستهلاك حتى عند الأبناء والبنات في أسرنا، وإلا في النهاية إحنا حنكون مستسلمين، لأنه الاستسلام المطلق لكل الطلبات والاستسلام المطلق للاستهلاك المظهري زي ما ذكرت، إنه والله خلاص أنا لازم مثل ما بي يعني القدرات، يعني الإمكانات بتختلف، في شخص يستطيع في شخص ما يستطيع، وأيضا في اللي هو أبناء العمومة، ممكن البعض الأبناء يؤثر يعني يؤثر. أبغى نعم. مثل ابن عمي في عمره طبيعي، لكن هذا نعم. ممكن الأب يملك قدرة مالية، لكن الأب هذا
قدراته محدودة المالية. صحيح. كيف يمكن نوجه رسالة أيضا لهذا الأمر يعني؟ أنا أقول لك يعني والحمد لله إحنا اليوم يمكن مستوى التعليم عندنا الحمد لله المجتمع جدا متعلم وعارف كيف هو يتعامل مع الأمور. أيضا ترى حتى شبابنا وشاباتنا اليوم أصبح عندهم وعي كبير جدا. أنا بشوفهم يعني ما شاء الله تبارك الله حتى عندنا في الجامعة شباب ترى واعي وعارف وفاهم المسألة هذه. يعني اليوم الإعلام ما عاد يستطيع إنه يعني يسوق شيء أنا ما أقتنع فيه. أيضا حتى الشاب اليوم ترى يعرف إنه والله إذا هذا في عبء على أسرتي أنا ما أبغاه، إذا في عبء على والديني أنا ما أحتاجه. وفي الجهة المقابلة لازم حقيقة يكون في شفافية في نقاش مثل هذه الأمور المالية، لأن لو ما ناقشناها بشكل شفاف وواضح صدقني حتكون سبب رئيسي في إنه الأسرة ربما تتفكك، ربما يصير فيها مشاكل كبيرة. فلذلك لابد من نقاشها بشكل شفاف، وبالتالي يعني البحث عن أساسيات معينة مثل خفض الصرف على الكماليات، مثل أيضا خفض فواتير الخدمات. اليوم إحنا في البيوت هل نزرع ثقافة تطلع من الغرفة مثلا تطفي الكهرباء؟ هذه يعني إن سواها سواها نقدر نقول خذوها بجانب المتقاعد، هذه شغلة الشخص المتقاعد. اليوم إحنا لازم نزرع الشيء هذا صحيح. لأنه ترى اليوم أنا لو أترك مثلا أجهزة التكييف وأنا ما يعني ماني موجود في البيت وتارك أجهزة التكييف مثلا، طب هذا استهلاك. لو مثلا انا اطلع من غرفتي وانا ما احتاج اني الكهرب كله والع، انا قاعد حقيقه اضغط على ميزانيه يعني الاسره. حتى المياه دكتور اليوم في استراتيجيه تم اتخاذها وزاره البيئه والمياه والزراعه، كيف ترى هذه الاستراتيجيه الجديده التي تخص المياه بالمقام الاول؟ شوف اي استراتيجيه تدعو الى ان يكون هناك تشييد في الاستهلاك تاكد انه هذه استراتيجيه ناجحه باذن الله تعالى، سواء كانت في المياه او في الكهرباء او في غيرها. المهم بالنسبة لنا اليوم كيف نزرع الثقافة هذه عند شبابنا، كيف نزرع الثقافة في أسرنا. ترى مسألة الاستهلاك ليست فقط تنظير، احنا بنحكي يمكن قلنا الكلام هذا في البداية، لابد صحيح. أن يكون تطبيق عملي. يعني اليوم في البيوت لازم نعيش مرحلة كيف يكون عندي استهلاك ترشيد استهلاك مكتمل بين كل أفراد الأسرة. يعني لو أنا كنت شخص جيد في الترشيد واللي معايا في البيت ما هو جيد في هذا ممكن يأثر عليه، وبالتالي ما كان يعني ما كنا سوينا حاجه. لابد يكون في تكامل بيننا. يعني انا لما اليوم يعني بيكون عندي تخفيض في الخدمات مثلا الكهرباء والمويه باستخدام يعني ويكون عندي ترشيد في يعني في استخدامها، لابد الجميع يشاركني. مو معقول انا الحالي والبقيه البيت بيصرف بشكل يعني كبير جدا، وبالتالي حتيجي الفاتوره مرتفعه، وبالتالي هذا استهلاك ما سوينا فيه حاجه. فلذلك لابد يكون في يعني انا اعود دائما انه لابد يكون عندنا حقيقه كأسرة أنه نحكي مع بعض كم من المفترض في خطتنا المالية نصرف على الخدمات العامة خلال شهر معين، وإذا جتنا فاتورة مرتفعة هل نناقشها مع أولادنا؟ يعني أنا بسأل السؤال هذا اليوم. أيضا على كلامك يا دكتور، الباحث عبد المجيد الفايز يتحدث أنه ثقافة الاستهلاك منبعها المنزل وسلوك الوالدين مع أبنائهم. نعم أنا هذا اللي بحكيه، أنا هذا اللي بقصده. أنت اليوم كيف ممكن تنقل هذا السلوك، كيف تزرع السلوك، كيف تجعل عند هذول الأفراد اللي بيعيشوا معك في البيت أنهم يعيشوا نفس الوضع. إذا كنت أنت يعني فقط حتقول لهم يا جماعة الخير والله إحنا نبغى نخفض في فواتير الخدمات العامة اللي بتجينا، لكن ما تطبق عمليا ولا بتساعدهم على إنه هم يقوموا بهذا العمل، تالي ما حتستطيع. رغم إنه في عوامل كثيرة ممكن تستخدمها زي مسألة تعرف أنت اليوم حتى في مسألة الكهرباء في البيوت والموية ممكن تستخدم التايمينج اللي هو اللي بيوقت إنه لما تطلع من الغرفة بيطفي لحاله. هذا أيضا من الوسائل اللي ممكن استخدامها الحقيقة لتخفيض نسب الاستهلاك في المنازل وفي الشركات وفي المصانع وفي كل مكان. يعني لما نتكلم عن فواتير الخدمات اليوم الوالد هو اللي يدفع هذا الأمر. صحيح. الأبناء لا يعلمون يعني، أو اليوم نتكلم الطفل أو الشاب الذي لم يتزوج لا يعلم حجم المصروفات عند والديه. هل لابد من الأب مشاركة الأبناء حجم ما هذا ما ينفقه على فواتير الخدمات؟ هذا يعني كثير من الناس لا يعلم ماذا يدفع الوالد كم في الشهر. مو هذه من الامور ايضا اللي احنا تعودنا في حياتنا، يقول لك والله خلاص ابويا الله يعينك شيل البيت الله يعطيهم الصحه والعافيه طبعا يرحم توفاهم الله. وبالتالي احنا بنقول انه لابد من اليوم نزرع ثقافه سلوك جديده عند اولادنا، كيف يشاركونا المساله. ليس فقط اني ما انا ما بطلب اليوم انه يدفع يشاركني ماليا، لكن يشاركني بافكاره، لانه هو اليوم ترى مطلع يمكن اكثر من الاباء. تلقى الشباب والشابات اليوم اطلاعهم على السوشيال ميديا وعلى الأفكار الجديدة وعلى مشاركتهم عندنا في مسألة إنه نبني خطة مالية في البيت، كيف نبحث عن ترشيد، كيف نصنع لي نبحث عن هدف نوصل له، بالمشاركة هتحقق ذلك. أنا أعتقد إنه من الخطأ إن نحجب ما يقوم بصرفه الوالد أو الوالدة في البيت عن بقية أفراد الأسرة.
وخصوصا اذا ما كانوا هم عليهم اي اعباء ماليه، يعني ما بيشاركونك، فبالتالي هو ما هو حاس قديش المعاناه اللي ممكن يعني من خلالها بتستهلك، وان انت بتنفق مبالغ كبيره حتى يشاركون. اذا شاركوك في هذه المساله تاكد انهم حيساعدونك على ترشيد الاستهلاك. يا سلام، هذا كنت بسالك يا دكتور اليوم، هل مشاركه الابناء في حجم المصروفات اللي انا اصرفها كاب او كام ممكن تساعد على عدم وجود الغريزه الاستهلاكيه لدى الابناء بشكل كبير؟ نعم صحيح، أنا أتفق مع هذه الفكرة، لأنه فعلا لما بيشاركني أفراد الأسرة أنه والله يعني بكل شفافية إحنا اليوم صرفنا لنفترض مبلغ كبير على جزء معين، ولما بيعرفوا فيه نبدأ إحنا نبحث عن بدائل لهذا الأمر أو تخفيض نسب الاستهلاك في الجزئيات هذه حتى نصل للمرحلة الطبيعية اللي أنا أستطيع أني أقوم فيها. فمشاركة الآخرين أمر في غاية الأهمية. يمكن أنا ذكرت نقطة، مسألة توزيع الدخل. اليوم الرواتب يمكن هي الجزء مصادر الدخل الأساسية في كثير من الأسر من خلال وظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. دخل الفرد يجب أن يكون له خطة. يمكن أنا دائما بعرض مسألة فكرة أن يكون عندي 30-40 يعني 20-10 اللي هي 30% من مصدر دخلك يذهب إلى السكن، لأنه اليوم إذا كنت مستأجر فالمفترض أنه 30% من دخلك ما تنفق أكثر من 30% على السكن. لنفترض أنه أنت دخلك 10,000 ريال في الشهر، المفترض أنه 3,000 ريال أجارك الشهري إذا كنت ما تملك بيت يعني خاص فيك. أيضا الحاجات الأساسية اللي أنت لابد مأكل ومشرب وملبس ويعني فواتير خدمات وغيرها أصبحت هذه من الأساسيات، المفترض أنها ما تتجاوز 40% من مصروفك الشهري. يعني إذا كنا نتكلم على 10,000 ريال، 4,000 ريال أعتقد يجب أنه ما تتجاوز هذا المبلغ، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون عندك 20% نسميها في تروح للطوارئ استخدامات فقط في الحالات الصعبة والأزمات اللي أنت تحتاج أن تستخدم هذا المبلغ، ومنها ربما لو أردت أنك تزيد عن 40% أنك تروح للـ20%، بس مش كل مرة طبعا أنت بتخرب الخطة وبتروح تأخذ من الـ20%، لا يجب أني أنا يكون عندي محددات في استخدام يعني المبلغ الخاص يعني بالطوارئ. 10% تكون ثابتة فقط للإدخار، لأنه هذه المبالغ اللي أنت حتدخرها أكيد أنت عندك هدف راسم وفي خطتك أنه تبغى تروح. بعض الناس ممكن يضع خطة للاستثمار مستقبلا، وبالتالي هذه العشرة ممكن تساعدك في مسألة الاستثمار. الخطة فيها مرونة لازم يكون، لو كنت أنت شخص عندك منزل خاص فالثلاثين بالمئة اللي احنا كنا مخصصينها للسكن ما حتحتاجها، وممكن توزعها في أي بند آخر. ممكن ترفع نسبة خلينا نقول مصروفاتك الحاجات الأساسية تروح 50%، والـ50% الباقية ممكن تروح توزعها ما بين طوارئ ما بين ادخار. فهذه تختلف من شخص إلى آخر حسب قدرة يعني حسب مصادر الدخل الموجودة عنده وحسب مصادر الإنفاق أو خلينا نقول استهلاكه اللي هو بينفق منه. البعض يقول الكلام سهل جدا زي ما يقولون، لكن التطبيق أصعب دكتور. اليوم لو سألتك اليوم أنا أبغى نصائح للأسرة حول الاستهلاك الرشيد، أيضا ترتيب أولويات الإنفاق، كيف يمكن ذلك؟ أيضا هل يمكن ذلك تطبيقه بشكل سهل في الأسر؟ احنا نتكلم عن الأسر مباشرة. طيب خلينا نتكلم على الأسرة. أول حاجة يمكن حرجع خلينا أرتب لك هي بشكل سريع. أول حاجة لابد يكون عندك وضع ميزانية شهرية، هذا أهم نقطة عندي. لابد في الأسرة يكون في عندي ميزانية شهرية. بتقول لي صعب، أقول لك نعم، لكن لابد أن احنا نعمل بالطريقة هذه. بدون الخطط لا يمكن أن تصل لتحقيق أهدافك. وجزء أنت عشان يكون عندك ترشيد في استهلاكك لازم يكون عندك خطة. يعني ما يمكن أنه أنت تيجي تقول أنا حابدأ أرشد في استهلاكي بدون أنك ما تسوي خطة. الهدف من الترشيد في الاستهلاك أنه يكون لديك خطة تبني عليها. كيف حترشد؟ لأنه لازم ترجع لها وتشوف أنت كم وفرت. يعني لو تعمل مقارنة بين الشهر هذا والشهر القادم والشهر اللي بعده حيبدأ عندك الإظهار، هل أنت فعلا وصلت لمسألة الترشيد ولا بس إحنا بنتكلم بدون أن نحقق الهدف. هذا أول نقطة، وضع يعني ميزانية شهرية. الأسر دائما من الأشياء اللي حقيقة بتعاني منها اللي هي فواتير الخدمات، بتكون مرتفعة كثير، كهرباء الماء الجوال وغيرها. هذه حقيقة لابد أن يكون لدينا قدرة على خفض فواتير الخدمات، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك متابعة دقيقة لمسألة كيف إحنا استهلاكنا للخدمات الموجودة من جوالات ومن موية ومن كهرباء وإلى آخره. الأمر الثالث خفض الصرف على الكماليات. يعني إحنا اليوم لو جينا على الكماليات أنا أعتقد أنه إحنا
كثير من صرفنا الحقيقة بيروح على كماليات إحنا نستطيع تجنبها، وبالتالي ممكن أن نستفيد من هذه المبادئ ونرشد في استهلاكنا وتكون جزء من ادخارنا اللي نحقق من خلاله أهداف جدا يعني إيجابية للأسرة. أيضا ذكرناها في خطتنا اللي هو تخصيص مبلغ شهري للطوارئ. لابد يكون عندك مبلغ أيضا شهري للطوارئ، لأنه أنت ما تعرف الأحداث اللي بتواجهك خلال فترة الشهر ولا يتم استخدامه أبدا. المفترض أنه هذا يتم الإغلاق عليه تماما، ما يتم استخدامه، لأنه هذه خطتي اللي أنا حمشي عليها شهريا، وواحد وجزء مهم منها اللي هذا المبلغ الشهري للطوارئ فقط في حالات معينة أو أزمات معينة أرجع له، لأنه هذا حيساعدني كثير أنه أنا أولا أحدد إيش الأزمات اللي ممكن تخليني أرجع لهذا المبلغ اللي أنا حاجزه. الأمر أيضا عدم التوسع في التمويل الاستهلاكي، وهذه قلناها لأنها جزئية في غاية الأهمية. أنت ما يمكن أنه أنت تذهب للديون من أجل الاستهلاك، هذا خطأ كبير. لابد أن تجعل الدين آخر خياراتك وآخر حلولك، ولا تلجأ له إلا في ظروف معينة شديد القوي، يعني على قولتهم في الأمور الأساسية والحاجات اللي أنت ما في مفر إلا أنه أنا أخذ دين، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب أنك تكون قادر على القيام بسداد هذا الدين، لأنه لو أنت أخذت دين وما قدرت تسدده فبالتالي أنت حتقع في مشاكل الأخرى. آخر حاجة وهي أهم حاجة أنا أعتقد بالنسبة للأسر حتى إنها أيضا، اللي هو تخصيص حساب للإدخار. لابد يكون عندي حساب للإدخار، لأن حسابات الإدخار لا شك إنه هي يعني خلينا أقول لك عامل مساعد، لا مؤشر نجاح. أنا أعتقد إنه حسابات الإدخار هي مؤشر نجاح، لأنه أنت اليوم تستطيع إنه أنت نجحت في خططك المالية من خلال نسب الإدخار الموجودة عندك. إذا كان الإدخار عندك يعتبر وصل للهدف اللي أنت تبغاه، معناته خطتك المالية نجحت، خفضت استهلاكك، رشدت في استهلاكك، وبالتالي أصبح عندك ادخار. لأن المسألة ترى يعني فيها تضاد، لا يمكن يكون عندك ادخار ما دام إنه لا يوجد يعني ترشيد استهلاك جيد. فأنت عشان تحكم على خطتك المالية في النهاية لابد أنك تنظر لنسب الادخار عندك كيف وضعها، سواء في الشهر هذا أو الشهر القادم أو هذا، وبالتالي هي اللي حتكون بالنسبة لك المؤشر الأساسي اللي بتبني عليه مدى نجاح خطتك المالية. أنا أشكرك دكتور، الحديث معك ممتع جدا، تحدثنا أيضا في موضوع اليوم أتوقع يلامس كثير من شرائح المجتمع. أشكرك على وقتك، وأيضا أشكرك على الحديث الممتع اللي تحدثنا به اليوم معك دكتور. الحقيقة الشكر الجزيل لك أستاذ محمد ولي يعني إذاعة MBC اللي أتاحت لنا الفرصة إنه حقيقة يعني نجتمع بجمهورها الكبير في الوطن العربي، وفي نفس الوقت أنا أحب يعني أتمنى إن شاء الله تعالى نكون قدمنا مادة مفيدة للمتابعين الكرام، وإن شاء الله تعالى يعني تصبح يعني ثقافة يعني مزروعة في شبابنا وشاباتنا وأسرنا بحول الله وقدرته بإذن الله. كل الشكر للدكتور محمد مكني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أيضا دكتورة مالية. أتتكم الحلقة السادسة من برنامج الأسرة أولا برعاية بنك الرياض وبالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة. أخيرا دكتور، أول شيء أهنيك على محبة طلابك لك، أنا اطلعت على حسابك في تويتر، وأنا أيضا أوجه لهم رسالة أي شيء يحتاجونه إن شاء الله أني تسأل. كل الشكر لك دكتور، سعيدين بك. أيضا شكر لكم وصول على طيب الاستماع، تقبلوا تحياتي محمد العسيري، نلتقيكم بإذن الله الثلاثاء القادم في حلقة أخرى من برنامج الأسرة أولا، في أمان الله. برنامج الأسرة أولا يأتيكم برعاية